بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامج بشويش. بشويش البرنامج اللي بقدمه النهارده بقدمه من مكان مختلف، مش من الاستوديو زي كل مره قبل كده، وبقدمه في اطار حمله 100 مليون سائح اللي انا يعني بدعو اليها، بحيث ان انا بلف على الاماكن السياحيه. بس النهارده بعمل حلقه للبرنامج كمان. بتكلم النهارده من منتجع 73 في طريق البلاجات في محافظه الاسماعيليه الجميله. ورا مني هنا قناة السويس، زي ما انتوا شايفين كده دي جزيرة ورايا اهي، وفي سفن بتعدي وهتبان واحنا قاعدين شغالين. المكان شاعري قوي، يعني انا كنت في دماغي اتكلم عن حاجات معينة في الحلقة، بس لما جيت اولا سألت نفسي سؤال، هو ليه الخال الشاعر عبد الرحمن الأبنودي استقر في الإسماعيلية؟ الشعراء دايما عندهم خيال واسع وبيحتاجوا بيئة معينة يعيشوا فيها. يعني هو راجل من الصعيد وكان من الشعراء الكبار طبعا، كان الطبيعي ان هو يبقى في القاهره. لما جيت الاسماعيليه وجيت شفت المكان ده انا جاني تفسير، يعني قلت لا هو اكيد لقى هنا حاجه مش موجوده في حته تانية. هي هنا فعلا موجوده، هنا مستوى الشاعريه والرومانسيه موجوده هنا يعني اكتر من اي مكان. يعني كنت هتكلم في نقاط معينه بس تقريبا هغير الحلقه كلها، هخش بقى في الحاجات اللي هي الرومانسيه دي، لان القعدة على قناة السويس دي مع شوية الهوا دول. طبعا قبل ما اتكلم عن الحلقة، هنا المكان ده مكان رائع جدا، يعني يشرح القلب وانت داخل. في اكلات ريفية وفي منيو كبير جدا، حاجات عربي وحاجات ريفي وحاجات جميلة، وفي يعني هتشوفه دلوقتي بالكاميرا هتلف عليه، يعني في العاب مائيه، في حمام سباحه، في اماكن للترفيه بالنسبه للاطفال. يعني انا في نظري كل الحاجات اللي قلتها حلوه، بس ما فيش احلى من انك تبقى قاعد قعده زي دي، قعده ملوكي. وانا بقول هو ليه الخلج هنا؟ يعني هو الحب بقى والرومانسيات والقلب والتحرك هنا، الخيال الشعري يجي هنا. وانا هو انا ما سالتش وما عرفتش هو عامل كده ليه، بس لما شفت المكان ده وجيت قعدت هنا تبقى قاعد مش عايز تقوم. دي قناة السويس، يعني طبعا قناة السويس طبعا واسعة وكبيرة وفي بحيرات فيها، واتعملت لها زيادة او توسعة فرع تاني او طريق تاني منها، واتكلمت عليه واحنا جايين في الطريق، صورنا بث مباشر على الحملة، حملة 100 مليون سايح. وبكرر التعريف بالحملة اللي هو كل واحد مصري يصور المكان الجميل اللي بيقدر يروحه، او يروح مكان جميل اصلا عشان يصوره، عشان الناس تتفرج على الاماكن بتاعتنا دي بره فيقرروا يزوروا مصر. مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة، مصر أم الدنيا. وشرحت ده كتير وقلته وما زلت أكرره، يعني وسأظل أكرره، يعني لأن هو كلام حق وكلام صحيح. يعني أنت مثلا لما تبقى في مصر في صخب القاهرة وعمرها أم الدنيا، القاهرة الساهرة العامرة حتى الصباح ساهرة، القاهرة اللي فيها كل العظمة دي، وأنت تبقى قاعد مضغوط نفسيا من الدوشة بتاعتها، وتيجي هنا بقى. طبعا الدوشه بفرق بين دوشتين، دوشه ان انت تبقى في مصانع وعمل وطيارات وقطارات ومونوريل وكذا وكذا، ودوشه الناس اللي بتخبط في البيوت واللي بيبيع بيشتري زيت الطعام وزيت السمك وزيت الفراخ. ما هو زيت السمك والفراخ ما هو من زيت الطعام يعني، وميكروفونات وكده، حاجه مزعجه يعني. تيجي هنا بقى تلاقي الدنيا دي بتسمع ضربه الميه دي، ليس من هدير البحر يعني ولا الموج كما نعلم، ده حاجه تنميله كده على جنب. فانت لما تبقى شايف كده وحاسس بده شيء جميل. هذا بقى ما يدعوني ان اتكلم في ابيات شعر رومانسيه، وتبقى الحلقه الرومانسيه تناسب هذا المكان. ولا بأس، ما احنا في مكان هو طبيعي يعني رومانسي جدا، ويعني يدعو الى تحريك المشاعر والشاعريات النفس، بالذات بقى لما تبقى انت بتقرا ابيات شعر عن حاجات فيها الم نفسي من الشوق والانتظار والحب ولوعه الحب وكده. وعايز اقول قبل الابيات دي ان انت لوعه الحب والشوق وكذا دي مشاعر بتتحط في الانسان ما بيبقاش له اراده فيها، والفرق بينها وبين ما حرم الله ان هو الانسان يدعي ان في محبه وهو صايع. يعني هو الحب عند الناس ايه؟ ان شويه صياعه وصرمحه وبنات بتمشي مع اولاده وقبلات واحضان وخلافه، ده كله حرام طبعا لا شك يعني. لان هو كل دي شهوات، يعني ما تقوليش انه حد شاف واحده العصر فحبها المغرب فقبلها في العشاء، يعني ده مش حب خالص ده، بالعكس انت لو بتحب بجد
ولو انت صادق في حبك تصونها وتغير عليها وتخاف عليها من نفسك ومن غيرك. على فكرة بسمع كتير من الناس بيتكلموا عن الحب والعلاقات، هم بيهرجوا، هم اللي بيتكلموا صم بيهرجوا، ما فيش اي ضابط عنده. اربع علامات لا نعرف، ثلاث علامات، يا راجل يا راجل يا ست انت هو ساكتين. المسألة لها ضوابط تانية خالص، لها قصة تانية خالص. كلمة حب وعشق وهوى اللي اتكلم عنه الشعراء ده شيء يصيب الانسان فجأة وبدون مقدمات الحرام. يعني ما تقوليش ان اتنين ماشيين مع بعض نازلين طحن في بعض بقى وبعدين هيحبوا بعض، لا، ده كده دوره خاص في نظر بعض. واللي ترضب كده رخيصة ولو احبها قلبك يبقى تركها يعني. واسألونا بقى اللي عنده اسئلة من دي، بعت لنا اسيبكم الناس التانية كده بالوش كده، لان المسألة لها ضوابط مهمة جدا. اولا حاجات شرعية، ليس كل ما هو يعني صياعة وصرمحة يبقى اسمه حب. الحب اللي نغزه والقلب اللي بيتنغز ويتوجع ويبقى فيه البكاء الشوق ده عمره ما كان ابدا يتبعه شهوات، لازم يتبعه زواج. وما طالش زواج يبقى عمره ما يتبعه محرمات. يعني حتى قيس وليلى مما ذكر عنهم انهم حتى كانوا في الجاهليه ما التقوش اساسا. يعني 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 هو نفسه حتى لما مات، يعني هنعرج نقول هو نفسه قيس كان يقول: ألست وعدتني يا قلب اني إذا ما تبت عن ليلى تتوب، فأنا ذا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب. هو ده كان الحب. وبعدين لما ودوها العراق بعيد عنه عشان ما يشوفهاش، كانوا معترضين على الجوازة يعني. فهو الرجل أنشأ يقول: ألا يا حمامات العراق أعنني على شجني وابكينا مثل بكائية، يقولون ليلى في العراق مريضة، يا ليتني كنت الطبيب المداوية. فهو ده كان الحب، الحب اللي هو بجد، الحب الصادق اللي هو من القلب، اللي يحرك القلب ويطير العقل زي ما بيقولوا اخواننا اللبنانيين. انما حب الصرمحه وان واحد حابب 14 ليه قلب، ايه قلب فراخ يا اخويا، يعني تحب دي وتسيب دي، ده مش حب كده. هو الحب آله، لها آله، الحب له آله اللي هو القلب. اذا تحرك القلب وخفق خلاص ده حب. انما انت تحب دي وتحب سوسن وسوس وايه ازاي، ده تهريج. الناس بتضحك على نفسها وتنخرط في المعاصي اصل بيحبها. ولو بتحبها تحب لها الخير، ولو بتحبها تصونها وتغير عليها بجد، منك اولا ومن غيرك، عشان ما ترخص في نظرك وانت ما تبقاش رخيص في نظرها. فقيس وليلى زي ما بقول كانوا نموذج اهو. حتى هو نفسه لما خاطب الحمامات العراق عشان يطمن عليها وسمع انها ماتت، اللي هو مجنون ليلى يعني، فقال رايح هناك وسأل عن قبره ودلوه على قبره وقعد جنب القبر حتى مات. فأنشأ أحدهم يقول: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيه. فمتى تلاقى قيس وليلى؟ بعد الموت. ولذلك أنا لما نقرأ في علم النفس ويقول لك إيه عشق الروح، أعلى درجات العشق اللي لو ابتلي به إنسان ده بيبقى والعياذ بالله كده يعني روحه رايحة منه فعلا. يعني بيبقى بالنسبة للإنسان اللي قدامه دي روحه رايحة لها خالص يعني. فهذا النوع لو بقى لم إذا أكمل أو كلل بالزواج بشيء جميل، نعمة وفضل من ربنا، يا سعادة التانية بي، يا هناها بي لو وافقت بي عليه، هتعيش في نعيم. لأنه عمره ما هيفتكر لها غلطة، عمره ما هيزعل منها، لأن الروح فوق السحاب، سحبته فوق، مش هيشوف اي حاجه غلط في الدنيا. فان كانت بقى مخها تعبان ومش راضيه خلاص يفضل هو معذب كده. قالوا هو هيفضل معذب حتى الممات. انا في نظري بما قراته عن قيس وليلى حتى بعد الممات، وهم عرفوا في علم النفس ان هو حتى الممات عشان اللي حبوا كده ماتوا. طب انت شفتهم في بعد ما ماتوا عملوا ايه؟ التاني راح لها بعد ما ماتت وقعد جنبها لحد ما مات بجوارها، وقيل انهم جمع بعد الممات. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيه. مفيش تلاقي في الدنيا، إنما يعني مال البخت بقى اللي هو إيه، اللي هو يعني أريد وصالها وتريد بعدي، فما أشقى مريدا لا يرادا. ده اللي يعني شقاء وشقاء، هو عايز يوصل وهي مش راضية توصل. وأنا أقول له الخلق قاعد هنا ليه؟ قاعد هنا عشان يقول شعر هنا، ما أنت هنا جنب دي تقول شعر. انا جاي اتكلم في موضوع معين في برنامج بشويش، اقول حاجات معينه. لما قعدت على الكرسي هنا جنب الشاي ده لقيت نفسي بتكلم في كده، وهقول لك اكتر من كده، ان انا جاي على بالي حاجه تخينه كده كبيره كده. عمنا احمد شوقي بقى، عمنا احمد شوقي لما وصف
العاشق اللي هو الضايع، اللي هو يعني ايه يعني ما طالش بقى حبه ده. بس كل حاجه انا بحكيها اعزائي المشاهدين عشان ما حدش ياخد عليا شيء، انا لست ادعو الى رذيله ولست داعيا الى قله ادب يعني من اللي بيحصل بالناس، انا برفضه كله. بس اذا كان الانسان شعر بشيء من هذا الحب فهو بنعذره فيه لانه هو مش بايده، بس طالما انه لم يرتكب ذنبا يغضب الله، ما راحش بقى قاعد يعني يعاكس، ما راحش قاعد يقل ادبه، ما راحش يعطل المحبوبه دي، ما راحش مثلا يمسك ايديها، ما راحش يقبلها، ما راحش كل ده يعني ده ما ينفعش طبعا، الكلام ده كله ما ينفعش. فهو اللي هيوصل الانسان اللي هو ان هو يعمل حرام ده ما اسمهش حب، ده اسمه قله ادب وصرمحه وصياعه من الطرفين. يبقى ولد بيمشي مع بنات وبنت بتمشي مع اولاد، ودي بتاعه الصبيان ودي بتاعه البنات، حلو كده. طيب ولذلك هم ما عندهمش مشاعر اصلا، صدقوني اللي يقدر يحب اكتر من واحده ويمشي مع اكتر من واحده عمره ما حب دي ولا دي ولا دي، بيضحك عليكم هو يعني، والعياذ بالله استغلال كده للحرام يعني. الغريب بقى في اللي بيتكلموا عن الحب كلهم بيتكلموا من منطلق ما بعد ذلك، العلاقات تبدا ازاي وتعمل ايه وتخلي ايه وتقول لها ايه عشان تبقى ايه، وكان الاصل في العلاقات ان ده مباح وماشي. لا انتوا كده ما بتكلموش ناس بتحب، انتوا بتكلموا ناس بتعمل معاصي، انتوا كده بتوصفوا وصفات لناس بتعصي ربنا، والناس دي في الاخر هي يعني ضايعه. فاحنا عايزين نعقلهم. انا بقى بكلم مين؟ اللي حب بجد، اللي هامت روحه وقامت طايره فوق السحاب كده ورايحه لروح معينه، وهو شريف عفيف بيسموه الحب الطاهر العفيف. هقول لكم بقى ما قاله عمنا احمد شوقي في القصيده بتاعته الرهيبه، بس قبل ما اقولها في ابيات شعر اخرى اقولها برضو، لان الموضوع ده ياما ابياته ياما قوي. الراجل لما احب قديما فكان كل ما يقعد في اي حته يلاقي طيف المحبوبه قدامه، فلا قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت الهجوع كي استريح وتنطفئ نار تأجج في الضلوع مضنا تقلبه الاكف على فراش من دموع، اما انا فكما علمت فهل لي وصلك من الرجوع. بقول لها ممكن طيفك بس اللي مسيطر على كياني ده، وما عادني ليل نهار افكر بس مش شايف حاجه تانية، لا عارف اكل ولا اشرب ولا اروح ولا اجي ولا اشوف شغلي، لان صورتك هي اللي قدام عينيا دائما من كتر هذا الحب والولع والوله والاشتياق والعشق. وهو ما لمسهاش ما شافهاش ما قعدش معاه يعني، ما عملش ما هزرش ما طقش بالايد ما حضنش مع كده. هو ده بقى اللي انت لما تقرا شعره تستمتع بيه، ومن وقع فيه بيستمتع بيه. انا مش عارف صوت الهوا ده هيطلع معانا جامد تقريبا، فلو الصوت ملغوا الشباب بقى سامحوني، عشان هو القعده هنا هي جمالها في هواها ده، فانتوا لو هتركزوا معايا في الابيات خدوها مني كده يعني. بيقول لها يعني ممكن الطيف ده يرتاح شوية بعيد على ما اعرف انام لي ساعتين، لان انا مش عارف انام من كتر ما انا مركز مع الصورة دي، فتخليها بس تبعد سنة كده عشان انام لي ساعتين علشان اريح الضلوع اللي ولعة دي، لان انا طبعا عبارة عن حد مريض، الناس عمالة تقلبني على فراش من دموع من البكاء والشجن. تمام متنا قال قول ألا يا حمامات العراق أعنني على شجني وبكينا مثل بكائي. فده بيقول كده برضو التاني ده، من التاني ومن اول اي حد وخلاص، ناس قالت كده يعني خد الموضوع وخلاص. ف الدموع دي بقى والقلق ده بقولها ليه؟ لان انت عارف ان انا كل هم ان احنا يحصل وصال ويحصل زواج طبعا ويحصل الكلام اللي بالحلال يعني. مما قيل عن قيس وليلى برضو من الطرائف الجميله والعجائب يعني من فرط حبه لها، ان هو كان يهيم على وجهه في الصحراء كده رايح جاي كده مجنون ليلى، مجنون ليلى، ولم يلمسها على فكره، سبحان الله يعني. مش دلوقتي تلاقي العيل مخبط في مية ويقول لك اصل انا ما اعرفش بحب تفيده وبحب عزيزه، شيء صعب يعني. لم يلامس الحب قلوبهم طبعا. فهو بيجري في مره بيقولوا الكلام ده يعني، فجماعه كانوا واقفين في الصحراء في مشوار كده بيصلوا، فشافوه يهيم على وجهه من كتر يعني متدهول بقى، متدهول مجذوب. الحب ده يعني مصيبه، حب عذاب يعني. فالراجل بقى متدهول كده عمال يجري عشان ليلى ليلى ليلى، فنادوه تعالى يا ابني انت مش هتبطل المصيبه اللي انت فيها دي، شايفينك دلوقتي معدي علينا.
وحالتك صعبه خالص. قال لهم انا ما شفتكوش، انتوا هنا من امتى؟ لما جابوه وراجع بقى، احنا من بدري شايفينك، كنا بنصلي وشفناك. قال لهم طب انتوا فين تصلوا لربنا وشفتوني، وانا من جنون بليلى ما شفتكوش، يا ريتكم تحبوا ربنا قد ما بحب انا ليلى. اتهكم عليهم. طبعا هو حب ربنا اسمى واعلى من اي شيء، اهم شيء، وده اللي بينقي القلب. لو الانسان وقع في شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، حتى وان كان الشيء مباحا بس زاد عن الحد، فتلجا الى انك تقوي محبه الله في قلبك علشان تزيل هذا الهم، بالذات يعني الغلابه اللي هو بقى يعني يريد وصلاه وتريد بعده. انا عايز اوصل، مش عايز يا ست. طب نتفاهم، طب يعني نقول كلمتين كده، طب نتفق، طب يعني نعمل اي حاجه يعني. ابدا، لا مش عايز، انا مش عايز، خلاص كله خلاص، يعني نتكلم كلمتين كده، ناخد وندي، نتفق. ابدا، لا لا. فده يعني بقى اريد وصلاه وتريد بعدي، فما اشقى مريدا لا يرادا، فما اشقى مريدا لا يرادا بقى. دي اللي هي عملها مين؟ احمد شوقي في القصيده بتاعت مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. الاضناء ده اللي هو شده التعب والهزال من شده المرض، وممكن يكون المرض ده مرض شوق، مش مرض قلب مثلا، ما عندوش قلب وسكر فبقى مسخسخ مكانه كده، جات له غيبوبه سكر مثلا، لا. ده واحد مريض مرض الشوق، مرض ان هو نفسه يصل الى حبيبته لكن لم يصل، فمريض. فحد بيخاطب المحبوبه دي بقى، يعني المريض بتاعك المضناك ده، مضناك بيتكلمها طبعا بصيغه المذكر، وعامل تقديم وتاخير، وعامل حاجات، وجايب رموز من القران، وجايب ناقوس من الكنيسه، وجايب معبد من اليهوديه، عامل قصيده يعني. انا تقعد تقرا كده تحس انك بتاكل خرفان مشويه ورا بعضها ورا بعضها، من الجماليات والعبارات الجزله والرصينه والعبارات الادبيه الرهيبه. وايه ده عمنا احمد شوقي؟ طبعا امير الشعراء يا جماعه، امير الشعراء يعني. فبيقول مضناك جفاه مرقده، يعني مريضك وضحيه الشوق اليك بقى، هي المفروض يعني. يا ست انت، يا الله يخرب بيت الوجع القلب ده، الراجل العيان بتاعك اللي هو يعني كان متدهول على عينه ده من حبك، سخسخ خالص، زاد التعب عليه خالص. الاضناء ده عند العرب اللي هو شدة التعب يعني، فيبقى قاعد ملوش لازمة كده. فكان راقد على السرير، فبيصف اول حاجة خالص ان السرير مل منه. قال له قوم بقى لك 17 سنة عيان، وجعت قلبي يا اخي. وبعدين بقى مش عايز يقعد، لانه بقى ممل، ايه العيا ده كله؟ السنين دي كلها قاعد عيان ليه؟ فالتاني بقى كأنه صوت يعني ينادي، يا ست انت ارحمي العيان بتاعك، الضحيه ده ضحيه الشوق اليك ده، هذا الضحيه المسكين يعني سريره ما عادش مستحمله، وانت سعادتك مش مقابلاه ومش عايزه تعترفي بحبه. يخرب بيت كده ليه كده؟ ما تعترفي وخلاص، ما تريحيه وخلاص. وبكاه ورحم عوده، الناس اللي جايين يزوروه اللي هم بيقعدوا المرضى يعني عياده المريض يعني، اللي رايحين يزوروه فيقعدوا يبكوا عليه، يقولوا والله يا عيني ده 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 بقى خلصان خالص يا عيني. وبكاه ورحم عوده، قعدوا يترحموا عليه، لانه بقى ايه اصبح ايه بعد كده؟ قلبه ضايع وعينه فيها قرحه، واخد بالك؟ مقروح القلب، ومش كده وبس، القلب والعين مقروحين ومجروحين ومتنيلين. وبعدين قاعد يناجي النجوم، وقاعد التنهيده بتاعته بتفتت الصخر، تنهيدته بتفتت الصخر، وتأوهه بيخلي الغزلان اللي هي كل الشعراء اتكلموا عنها بتشمت فيه، اللي هم الغزلان دايما كانوا بيتكلموا عنها دايما في الشعر العربي، ان هم بيجيبوها رمز للايه؟ للغزل. فالغزال ده بقى يعني بما انه هو البرنس بتاع الغزل، فبيبقى فرحان قوي في اي حد واقع في الايه؟ في العشق ده. يستهوي الورق تأوهه ويذيب الصخره تنهده، يبقى هو الراجل ده من كتر ما هو بيتأوه الورق ده اللي هو الغزلان دي او الحمام اللي فيه بقع سودا زي ما قالوا احد الروايتين يعني، بقى الغزلان دي تبقى مبسوط قوي بالتأوه بتاعه، والتنهيده بتاعته تفتت الصخر. يبقى لو عايزين يعملوا يفتتوا جرانيت في الجبل، ما يجيبوش ديناميت، ما يجيبوش حاجات مفرقعات،
ما يجيبوش حاجات تكسر الجبال دي ولا شواكيش، يجيب واحد من دول يتنهد بس هيفتت الجبل ويذيب الصخره تنهده، يبقى هو اذا بس اتنهد جنب الصخره كده هيدوبه، يقول له اتنهد تاني ده بالراحه عشان ايه؟ علشان الصخر ده عايزينه كتل. بضحك يعني. فهو هو الشاعر هنا بيديك صوره ان الراجل يعني ضايع، يعني ضايع لدرجه لا يتصورها احد. فيعني هو قاعد يشتكي لليل ويناجي النجم، هو قاعد يناجي النجم كده والنجم يمل منه، ويقيم الليل ويقعده مش فايق يعمل حاجه طول الليل. المساله صعبه جدا عليه، مساله هذا الشوق لدرجه انه وقع في دمار ملوش حدود. فبنقول تاني ان هو بعد ما كان السرير مش طايقه، حيران القلب معذبه، معذبه مقروح الجفن مسهده، زي ما قلنا كده قلبه موجوع حيران، يستهوي الورقة تأوه ويذيب الصخرة تنهده، ويناجي النجم ويتعبه، بيقعد يكلم النجوم، يشتكي للنجوم يرضيكوا كده؟ أنا تعمل فيا كده؟ فالنجم تعب منه، أنت كل يوم تطلع لي ومريش غيرك، يعني يا عم نشوف، خلينا نشوف حد تاني. هو قاعد يشتكي للنجم والنجم تعب منه. أما حول بقى عمنا أحمد شوقي إيه بقى؟ الحسن حلفت بيوسفه، حلف بجمال يوسف، ان هو زي ما تقول الراجل اللي واقع في المرض ده عايز يقنع الناس بايه، ايه سبب وقعته السودة دي. وانتوا فاكرين اني بحب اي حد؟ عايز اقول كده يعني، انتوا عارفين سيدنا يوسف وجماله؟ انا بقى اللي انا بحبه ده او اللي بحبها دي هي من جمال يوسف. فتقول لا معاك حق والله، الحسن حلفت بيوسفه والسورة أنك مفرده. والسورة اللي ذكر فيها سيدنا قصة سيدنا يوسف، أنت واحد من مفردات سيدنا يوسف، من جمال سيدنا يوسف يعني. تمام. وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده. ده كلام بقى إيه؟ مبالغة قوي دي بقى، واسعة قوي دي يا عم أحمد، واسعة قوي يا أمير الشعراء. بيقول لك هو بيتخيل كده. عارفين الجماعه اللي هم تخصص الحلاوه من مشاهده الجمال، يعني في ناس كده اللي هم قعدوا مع امراه العزيز وشافوا سيدنا يوسف هم مقطعين ايديهم، فبيقول لك ان انا حبيبها دي لو الدور رجعوا او هم لو عرفوا عن المحبوبه دي هيتمنوا ان هم يبعثوا من جديد عشان يشوفوها فيقطعوا ايديهم تاني، اللي هم زي ما بيجيبوهم في المطاعم كده بتوع التيست، يعني بتوع تيست الاكل، اللي هو الذويقه، جماعه الذواقه في الجمال، شافوا جمال سيدنا يوسف قطعوا ايديهم، دول اللي بيقدروا الجمال. بيقول لك لو الجماعه دول عرفوا بالمحبوبه بتاعتي دي هيطلبوا ان هم يبعثوا تاني ويجوا تاني عشان يتفرجوا عليه ويقطعوا ايديهم تاني، لانه ده حد من فصيله سيدنا يوسف. انا ما بحبش اي حد، هو الكلام كده يعني، هو عايز يبرر. انت ليه متدهول على عينك كده؟ يا متدهول على عينك ايه اللي بوظك كده ودشملك كده؟ دشملني ان انا بحب دي جميله جدا زي سيدنا يوسف، ولو رجعوا الجماعه دول وشافوها هيقطعوا دم زي سيدنا يوسف. بيبالغ في كده لان النجم تعب منه والسرير قال له قوم امشي من هنا والليل مش طايقه والناس قعدوا قالوا الله يرحمه، فهو يعني صعبان عليه نفسه والتانيه ولا هي سائله. ما هو ده بقى اللي قلته في اول حلقه وقلته مرتين، اللي هو حب وايه يعني اراد الوصال وهي ارادت البعد. وتمنت كل مقطعه يدها لو تبعث تشهده. وبعدين تحول بقى ايه الى مخاطبه المحبوبه، بيقول لها جحدت عيناك ذكيه دمي، ذكيه دمي، جحدت عيناك ذكيه دمي، اكذلك خدك يجحده؟ يعني انا دلوقتي طريح الفراش ومل مني وخلاص، خلصت التعب كله ودمي سال من كتر هذا الحب، وبقيت خلاص مش نافع في اي حته، وبقوا يشيلوني ويحطوني كده زي اللي ملهاش لازمه كده. طيب هل بقى من اعتراف بهذا الحب؟ لا بقول هاتي قلبك وخدي قلبي ولا الكلام ده، انا بقول بس مش اكتر ايه، اعترفي بهذا الحب، اعترفي بيه بس مش اكتر، ما قلتش حاجه ثانيه، ما طلبتش المستحيل. جحدت عيناك زكيه دمي، وانا دمي سايل في سبيل هذا الحب، وعينك كده قاعده لا باصه كده ولا معبره ولا كان ده ليك خالص. جحدت عيناك زكيه دمي، طيب بما ان عينك جامده كده وعندك قسوه كده وقاسيه ولا بتعترف بحاجه خالص، ما فيش اي شعريه ولا جيت الاسماعيليه وقعدت على قناه السويس ولا شفت الجمال ده ولا عرفت الشعر الكبير، قاعد هنا ليه؟ عبد الرحمن الابنودي قاعد هنا ليه؟
مثلا. انا ده تخيلي على فكره، انا ما حدش قال لي حاجه، بس انا بقول هو قاعد في الاسماعيليه ليه؟ الجمال ده هنا. انا نطقت بحاجات عمري ما كنت افكر اقولها يعني. بقول جحدت عيناك زكية دمي، طبعا هو الخطاب للانثى يعني، بس هو جمال الشعر بقى والتذوق بقى. جحدت عيناك زكية دمي. طيب بما ان عينك جحده وانت اسيا ومش معترفه بهذا الحب، اكذلك خدك يجحده؟ طب الخد ده اللي احمر ده ما قدرش يقاوم ده، ما يعتبرش ان ده كده حب، عارف بحب، معترف بحب يعني. يبقى خدك اللي احمر ده، طيب بلاش خدك، انا بقى هجيب الشهود اللي كانوا بيقولوا الله يرحمه، ما هم كانوا هم نفسهم شايفيننا عيال ليه يا جماعه، مش انا بحبه الله اعلم عملوا كده عشان ما يزعلوهاش. قد عز شهودي اذ رمت فاشرت لخدك واشهده. حتى هم انكروا الشهاده لما انت جحدت كده، اشتروا خاطرك انت وباعونا، ما انا دم سايل بقى، ما انا ماليش لازمه بقى. وكان الفراش بيقول له ممشي، حتى السرير مش طايقني والدم سائل في الارض وانت مش عاجبك، وبعين قويه كده تقول لي ما اعرفكش، والتاني يقول له ما اعرفكش احنا كمان، مش انت قلت الله يرحمه من اول امبارح؟ ابدا. انا انت مين انت؟ انا اللي كذا؟ ابدا. خلاص بلاش، امري الى الله. طب خدك، فاشرت لخدك اشهده. بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده. تمام، ده بقى في تقديم وتاخير ممتع. بيني في الحب، مين بيني في الحب؟ هي بيني وبينك في الحب. بيني بس ده شوقي، لما شوقي يكتب لازم احنا نعمل تعظيم سلام، لازم ذواقة الشعر ومتناولي الادب يقف انتباه. والله فعلا يعني بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده. هما الناس دول فاكرين لما يقولوا كده لا، فانا هقوم زعلان واتضاير وامشي، لا ده حب كبير قوي. وبعدين مش لازم حب يقابله حب، ده حب من طرف واحد بس عارم، بحر ليس له أعماق وليس له شطآن، بحر واسع من الحب، يكفي لو وزع على الناس دي يقوموا يعني يحبوا بعض كلهم، فأنت مش محتاج تبادلني هذا الحب أيها الطرف الآخر. ده الكلام اللي مقصود، بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده. ما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوصده. الناس العزولة اللي مش عايزة الحب ده يكمل بيفتحوا لي باب للنسيان، ما تيجي نروح المشوار الفلاني، ما تيجي نشوف المصيبه الفلانيه، ما تيجي كذا، عشان انا انسى شويه واحده شويه، علشان انا كنت بموت وشايفيني بموت ودمي سايل اهوت وخلاص الامر انتهى في نظرهم. وقالوا ان السلوان ده ماده كده، حاجه بتتزرع، خرز كده بتزرع، بيقول لك لما تغليه يشربه العاشق ده يبدا ينسى شويه. انا ما اعرفش شكله ايه بصراحه، ما جربتوش انا شخصيا، بس ده اللي قريناه عن الموضوع. يبقى هو السلوان ده اما حاجه بتتشرب ينسي المدهول على عينه، المداش من ده خالص ده، يا اما ان هو حاجه بتكون يعني السلوان اللي هو النسيان، وانك تتسلى بشيء اخر وليكن فرح تاني، حاجه شغل، ممكن اي حاجه. صاحبنا اصلا من كتر يعني العذاب الشديد استعذب العذاب، يعني هو نفسه مش قادر يطلع منه لحاجه تانية حتى لو حلوه يعني، وده هيبان في اخر القصيده. يعني هو واحد مستحل البهدله، مستحل البلاوي، مش قادر يطلع منها، فالتاني يقول له تعالى اخرج من هنا، اطلع من الموال ده، تعالى اشتغل في حاجه تانية، طب تعالى روح المشوار الفلاني، هو يقول له تعالى الاسماعيليه، يمكن ربنا يصلح حالك وتنسى يعني. قد عز شهودي اذ رمتا فاشرت لخدك وشده. بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده. ما بال العازل يفتح لي باب السلوان واوصده. ويقول تكاد تجن به، يعني ده انت بيقول لك الحق، ده انت هتتجنن يا جدع، خلاص تتجنن، اتجنن اتجنن وانا اشتكيت لك، هو كده قصده كده يعني. ويقول تكاد تجن به فيقول واوشك اعبده. طبعا يعني شوقي مش هيكون قصده العباده اللي هي العباده لله، يعني العباده لله وحده طبعا، واحنا جينا في الدنيا عشان نعبد ربنا، بس هو مبالغات الشعر زي ما انتم عارفين. شوقي ده اللي قال ابا الزهراء قد جوزت قدري بمدحك بيد ان لي انتسابا، صح ولا لا؟ مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحابة. فده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، قصيدة هنقولها في حلقة تانية. بس شوقي لما يكون بيقول كده فيجي هنا في المبالغات بقى، هم بتوع الشعر كده يقوم جاي مركب لك حاجات هي بتوصل معاه، بتضرب في السقف خالص بقى معاه، فيقوم جاي ضرب لك حاجة جامدة كده، وأوشك أعبده. تمام، ليه بقى؟ هو مش هيعبده طبعا، هو قصده انه ايه يعني، انا بحبه خالص حتى لو كان هيجنني،
ويعني مجنون ليلى ما هو مش حد بعيد يعني، مجنون ليلى وعادي يعني. هي لما يبقى في عاشق زي مجنون ليلى يبقى مجنون فلانه برضو تاني يعني، طالما ان في ادب واحترام وما فيش لمس ولا همس ولا كلام قله ادب وكلام محرم. مولاي وروحي في يده. طبعا بما انه قال بقى كده الكلام وصل بالفخامه خالص، فلما يجي خطبه مش هقول حبيبي بقى، حبيبي بتاعت الناس العيال الصغيره دي، هقول مولاي. هي مولاي مش لله طبعا، مولاي للمحبوبه، حبيبي. وروحي في يده قد ضيعها، سلمت يده، سلامه ايديك. فالتاني يقول له ايه اللي قال له انت هتتجن، واللي قال له تعالى افتح باب للنسيان والكلام ده. فقال له ده انت كده يعني ده روحك راحت يا جدع، اصحى بقى كفايه. يقول له بس سيبك من روحي، بس هي ايديها عامله ايه دلوقتي؟ ايديها كويسه؟ اللي رمت روحي دي كويسه؟ يقول له ده رمت روحك. يقول له هات روحك انت كمان ترميها، لو بتحب ترمي الارواح هات الارواح كلها، هات الارواح كلها ترميها، فداها اي روح، ما فداها اي روح من كتر الحب، فداها روح ترميها. انا ما يهمنيش روح، يهمني ان هي وهي بترميها كده قامت ايديها وجعها ولا لا. يعني الفكره عنده ايه؟ ان الروح دي تمنها ايه، هي قيمتها ايه، هي مش مشكله. هي قيمه الروح مش في ان الروح، قيمه الروح ان هي اتعبت ايديها ولا لا. فلو اتعبت ايديها بلطوا فوق الروح دي، ادفنوها حتى لو روح. انا هو يقول كده يعني، مولاي وروحي في يدي قد ضيعها، سلمت يده. ما التاني اللي طلع برضه يقول لك حبيبي يا حبيبي فداك انا وسنين اللي جايه، فداك قلبي اللي حبك يا حبيبي فداك انا وسنين اللي جايه، فداك قلبي اللي حبك يمشي فوق دمعي فوق همي، ولا تنزلش دمعه ليله فوق خدك يا حبيبي، جيت انا لي في الدنيا دي إلا عشان أحبك يا حبيبي، جيت أنا ليه في الدنيا دي إلا عشان أحبك، عشان يدوب عمري من جرح غدرك بدري، عشان يدوب عمري من جرح غدرك بدري، شمعة ورا شمعة وتعيش انت لفرحك. هو كده، دول كده الجماعة، دول كده اللي واعين قوي كده. فده أي حاجة، فده روحي، فده روحي، وفده أنا وسنين اللي جاية، وده أقول لك مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده. ناقوس القلب يدق له. الناس لما تحب يقول لك إيه قلبك دق ولا لأ، ده بقى عمل قلبه زي الناقوس، الجرس اللي في الكنيسة الكبير اللي لما بيتشد كده بيعمل رنة جامدة جدا. فعمل إن قلبه عامل زي الناقوس ده، القلب اللي قد كده ده في حته حمراء كده، ده بقى قد الناقوس ده. واذا دق يدق الدقه دي كلها، هو عنده كده من المبالغه في وجع الدقه، واخد بالك. فهو ناقوس القلب يدق له، وحنايا الاضلوع معبده. هنا بقى تركيبه شوقي بقى، الضلوع الحته المحنيه بتاعت الضلوع دي بتبقى محوطه على القلب، فهو عامل الضلوع تحوط على المحبوب وكانها معبد علشان تحافظ عليه. وبعدين يخش بقى احمد شوقي في المبالغات برضو تاني. قسما بثنايا لؤلؤها، قسم الياقوت منضده. قسم بالله طبعا، اي حلف بالله، بس بقول لك ده على راس سنان صف لولي. اللولي ده اللي راسه الياقوت، الياقوت حاجه غاليه جدا، هي اللي راسه اللولي ده. فبقول والبياض ده والجمال ده والسنان اللي ما حصلتش دي كجزء من صفاتها، حاجه من جمالها، حاجه كده على الماشي كده من جمالها. انا بقول لها بقى، عارفه بقى، عارفه بجد بقى ان انا على الدشمله دي والبهدله دي ما خنتش هواك. واحد يقدر يقول انك خنت؟ ده انت ضعت خالص يعني عم الحاج. ما خنت هواك ولا خطرت سلوى بالقلب تبرده. هنا بقى الكلام الاجمد، الختام الاجمد، ان انا رافض حته ان انا اخون حبك ده واحب حد تاني قلة الأدب بتاعت مستحيل. أنا ده قالوا لي تعالى اطلع من الحب ده، ما رضيتش. قالوا لي أنت هتتجن، قول ما رضيتش. الروح راحت ورمتها وبهدلتها، قلت إيدك عاملة إيه؟ ده أنا
والسرير مشاني والبتاع معماني والنجم متضايق مني مش عايز يرد والغزال شمتان فيا واللي بيتجمع على التأوهات والصخر اتفتت وتذاب. هيجيبوه بعد كده يفتت الجبال يعني لما يحبوا يعملوا جرانيت يجيبوه يقول يتنهد التنهيده تقوم الصخور دايبه. بس المشكله هتبقى دايبه خالص ومع زينها حتت يقولوا اتنهدت هنا صغيره. بس ده كده المشكله عنده. فهو كده وعينك جحدت وقلت ماشي. الخد قال ما احمر سنه. قلت للشهود قالوا ما لناش دعوه. كل ده حصل وبيحلف برضو ان هو ما خانش هواها ما حبش غيرها ولا سمح لقلبه يجي له خاطره انه يتسلى بغيرها عنها علشان يبرد النار دي جواه. لا سيبه مشتعل خليه كده. هو حلاوه القلب ده في الاشتعال يفضل مشتعل كده يا اخوه مالكش دعوه. واللي يقول له طب نبرده طب تاخد كوبايه العصير دي اسكت مالكش دعوه انا مبسوط كده لما اشتكي لك بتكلم. ما مش عايز يا ابني مش معبره وانا جحد تاتو مش ولا معترفه باي حب ولا بتاع. قول لها تيجي الاسماعيليه وتشوف وتعترف ان شاء الله تقعد على قناه السويس هنا. بس هو كل همه كده. فهي القصه كلها اعزائي المشاهدين انا بس لجأت ارجع جبتها من على النت في الفاصل علشان بس ما فيش حاجه تقع مني فيها. انا حافظها وعارفها طبعا بس قلت ايه اجيبها كده عشان ما فيش لان هو شوقي ده انت عارف بتبقى عامل زي اللي صايم طول الوقت يعني صايم وهيفطر المغرب. شوف درجه الجوع والعطش عند الصايم عامله ازاي. الصايم بيبقى جعان وعطشان ازاي. فانت دائما امام ابيات شوقي جعان وعطشان. اي من اما ما تجيلك حاجه لاحمد شوقي بتلاقي نفسك جعت وعطشت وانت المغرب اهو عشان تقدر تاكلها بنهم. لان شوقي شعره لا يتناول بشكل تقليدي انك تقرا بيتين شعر والسلام زي المتنبي برضو سابقا وزي ناس من الشعر الجاهلي وحاجات ناس كتير يعني لهم كل طبعا التقدير واشعارهم يعني فظيعه جدا وهنتناول من ده كتير. يعني كانت الحلقات بنتكلم في حاجات اجتماعيه ومشاكل اجتماعيه وممكن حاجات مشاكل عامه بين الناس وكده. بس لما جيت ان انا هحول الموضوع هحوله خالص بقى اشتغل في الحاجات دي احسن. وعارف انا شعر من ده كتير بس كنت بستحي اقوله بقى انا حب بقى ويقول لك راجل عيب ومش عيب. لا والله هو حب طاهر شريف عفيف حب ذكي يعني حب مش اي حاجه طالما ما فيهاش اي تعدي لحدود الله. المكان انطقني بهذا مش عارف بقى كل مره حاجه هنا ولا استوحيه في خيالي هناك واقول هناك. المهم هيبقى ده اللي مدنا واكتبوا لنا على صفحاتنا وعلى وسائل التواصل على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى القناه قناه اوسكار وعلى قناه تحيا مصر اللي هي في الخليج. اكتبوا لنا اي مشاكل من هذا النوع نكلمكم انا فيها. انا يعني ملم بهذا اكتر من غيري في 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 ان يبقى في ضوابط شرعيه فيه كمان. الناس بتتكلم كده وخلاص وفي ناس واخده الموضوع عنده وخلاص واذا عملت لك كذا عمل لها كذا وهنا واحد يقول لك لو جوزك خانك كبايه تقول له اخونه انا كمان. طب ولو جوزك خانك جوزك يخونك ولا يموت؟ لا يخون بس خليه ما يموتش. لا والله يا اختي هو بيخونك انت بيخون ربنا. دي المفاهيم محتاجة تتصلح كلها. يعني الخيانة يعني هي الخيانة دي الزنا ده لواحد متزوج أو واحدة متزوجة هو بيعصي الله سبحانه وتعالى أولا بيخون عهده مع الله أولا مش حقك أنت ولا حقها هي خالص. فأنت إيه التهريج ده؟ وبعدين أنت تقبلي إن يرجع لك مكان في واحدة حرام وبس عشان ما يموتش عشان أنت حبايبة معاك جاتك نيلة ده جاتك خيبة والله العظيم. ده يموت في 60 داهية وأنت تموتي وراه ونخلص من الأشكال دي كلها. الموضوع عايز رد تاني خالص غير اللي وتلاقي كل واحد عامل لي ولا واحده عاملين لي فيها مصلحين اجتماعيين وخبراء علم نفس وبيهبدوا وبيهروا اي كلام اي كلام في اي حاجه. والله المكان هنا جميل وانا فتح نفسي اتكلم وممكن اتخصص في هذا وعندي بفضل الله منه كثير. يبعتوا لي مشاكلكم نقول لكم فيها حاجه ترضى ربنا اولا ونحلها لكم ازاي. وفي برضه فنيات ما الموضوع مش كده يعني برضو ايه مش ان ايه حد مدبوب كده. وفي فرق بين اعجاب وحب وفي فرق بين ان انت قاعد تبحلق في كل حته وتطلع على عورات الناس فتشتهيهم فتبقى اسمك. لا 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 الموضوع مش كده. ممكن تبعد في امان الله وحصل والله لناس حصل كده بعد في امان الله فيلاقي الروح خطفت وذهبت الى مكان لا يعلم اصلا ولم يلتقي اصلا ولما يعرف الشخص بعد ذلك يبقى موضوع تاني وممكن يتسد وممكن يكمل وممكن كل حاجة. فرق كبير. أنا بكلمك أحلق معكم فيما هو حلق فيه الشعراء وأقول لكم اللي عاشوه واللي قالوه ومعانيه مش المسخرة مش ان انت تبعد في حفله مصاحب 14 واحده. لا ده كلام فاضي. ده دي والعياذ بالله الحياه الحيوانيه الكلابيه البهيميه الشهوانيه. اي حب
يعني يمتلك الرغبة أو الشهوة يعلم أنه مش صح. يعني حتى وإن قيل من بعض شعراء الحب العذر، عذر إيه ده؟ لازم يبقى لازم بعدين. يعني إن سألته حتى هو من قال ذلك كان أحمد فؤاد نجم، قال لك لا ما لازم يدوق بتاع الكلام ده. ماشي، خلي كل واحد يدلي بدلوه، بس أنت لو إنسان حب حب عذري وحب شريف عفيف وكل اللي بالزواج خلاص يدوق ويعمل كل حاجة، إنما مش لازم يكون زنا أولا، مش لازم يبقى زنا ثانيا. بس ده اللي أنا عايز أقوله. بس فكل من لم يشعر بالحب وعمال يزني يقول لك أصل أنا بحب، لا أنت كداب، أنت بتزني، أنت حيوان تعيش حياة الحيوانات. طب اللي حب بقى وراح مكمل بزنا بقى حيوان زيه حتى وإن حبيت بجد. مين بقى اللي احنا بنتكلم عليه في موضوعنا ونجيب الناس ناحيته؟ اللي يحب حب طبيعي بأمر الله، ما انت مش بإيدك. واحد بيطلع مثلا بيحب الملوخية واحد ما بيحبهاش، واحد بيحب فلانة وبتبقى هي فلانة على فكرة، مش كله مع بعضه. يلا منين ما يمشي يحب؟ قريت حاجة يقول لك واحد حب واحدة في قلبه وجع ودوه المستشفى حب الممرضة. ده مش حب كده. ان انت مسافه الطريق لما قلبك وجعك ورحت المستشفى شفت الممرضه حبيتها، طب واللي قلبك وجعك عشان دي ايه ترن هناك؟ يعني ده كلام يعني؟ لا، ما هو في بلاوي كتير. خلونا ابعتوا لنا في صفحه حمله 100 مليون سايح، الفيديوهات دي نازله عليها، اكتبوا لنا تعليقات والادمن هيبعتها لي. في التيك توك بتاع حمله 100 مليون سايح، في عبد الرحمن ابو حطب، في برنامج بشويش، ادخلوا في اليوتيوب بتاعي طبعا، في الواتساب موجود برده يعني ممكن اقوله، بس او هو موجود طبيعي معروف يعني، ما كاتبه على النت في كل حته، ما بخبيش حاجه. ابعتوا لي ونحل ونساعد وننصح، لان برضو الموضوع فيه تركات برضو، ممكن تلاقي حد بيلعبك، حد بيتقل، حد بيعمل، نقول لك التك هنا، اصبر هنا، اعمل كذا، نفيدك يعني، ما جراش حاجه يعني. ابعتوا لنا واتفرجوا على المكان ده واحرصوا انكم تيجوا فيه. انا بنصح والله بجد، انا ما كنت اتخيل ابدا ان انا اقول هذا الكلام النهارده، بس هو المكان من جماله خلانا اقول. المكان الجميل يخليك تقول كلام جميل، المكان اللي فيه رومانسيه وحب تقول كلام حب، ما يجراش حاجه. تعالوا المكان، الكاميرا هتطوف المكان وتوريكم جماله وتستمتعوا بيه، وان شاء الله يعني ايه نلتقي بكم في حلقه جديده في مكان جديد سياحي جديد تبع البرنامج وتبع حملة 100 مليون سايح. أنا هو أنا 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 اللي مؤسس الحملة وأنا مقدم البرنامج، وبتذاع على القناة أنا صاحبها، وبتذاع على السوشيال الحملة بتاعتي برضو. وأي حاجة بعتولي عليها، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي بكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.